القيام هو إشغال الليل كله أو جزء منه بعبادة. اسمع يا أبو خليفة الفرق بين القيام والتهجد. إشغال وقت الليل كله أو بعضه أو أغلبه بعبادة، صلاة، قراءة قرآن، تسبيح، ذكر لله وهكذا، هذا يسمى قيام. فلو أن شخص من الليل قام يقرأ القرآن، قالوا هذا قام الليل يقرأ القرآن من دون صلاة، شخص مثلا يذكر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قام الليل، فهذا يسمى قيام. ولذلك القيام واسع، حتى إن العلماء يقولون القيام يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر. بالنسبة للتهجد، قال العلماء التهجد هو الصلاة بعد نوم، هكذا يقولون الصلاة بعد نوم، لقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر عن بعض الأئمة المعتبرين قال بأن يفرق، يقول التهجد هي الصلاة التي تكون بعد نوم، أما القيام فهو قبل النوم وبعد النوم لأنه أوسع. بارك الله فيك.